كان في بعض الدفوهات في المباريات السابقه شفنا ازاي اتغلبوا عليها. انا هنا مش ضليع في العاب الصالات، لكن وانا قاعد بتفرج ومشاهد شفنا امبارح الاستقبال كان نموذجي، حائط الصد كان رائع، الارسال اللي كنا بنلعبه كان بيعدي الشبكه. امبارح كان في تفاصيل صغيره لعيبه النادي الاهلي مع الكابتن محمد مصلح الشهير بميدو قدروا امبارح يتغلبوا عليها، علشان امبارح كده النادي الاهلي كان ليه الغلبه. الغلبه من اول الاشواط، النادي الاهلي امبارح كسب 3-1 في مجموع الاشواط، حتى واحنا بنخسر شوطه كانت النتيجه 2-1، واحنا قاعدين كلنا كجماهير النادي الاهلي عندنا ثقه ان النادي الاهلي ان شاء الله هيفوز، علشان فعلا عندنا لعيبه رجاله. لكن عايزين نتكلم على دور الاداره، اداره النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. مجلس الاداره ما بيظهرش وقت الفرحه بس وياخد اللقطه والصوره، لا، الوقت اللي بيكون فيه تعثر واخفاق هنا بيظهر دور الاداره. كابتن محمود الخطيب كان ليه اجتماع مهم جدا مع اللعيبه دي وهي بتخسر دوري وكاس. كان ليه اجتماع مهم جدا مع اللعيبه وهي بتخسر دوري وكاس، كلمات مهمه جدا، كلمات ادت للجهاز الفني واللعيبه الثقه مره تانيه علشان البطل يقدر يرجع ويكون بطل افريقيا. تعالوا نشوف منذ ايام قليله لما النادي الاهلي خسر الدوري والكاس، الكابتن محمود الخطيب اجتمع مع اللعيبه وقال لهم ايه. تعالوا نشوف ونرجع نكمل كلام. النهارده الحقيقه يمكن احنا حبينا ان احنا نقعد مع بعض، حبينا ان احنا نشوف بعض في بيتنا في النادي الاهلي اللي كلنا اتعلمنا فيه حاجه كتير جدا، علشان في رساله مهمه جدا عاوز اقولها ليك كلكم. احنا بنلعب رياضه، والرياضه فيها فوز وفيها خساره. النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين عدد مرات الفوز بتاعته كتير جدا، تاريخ كبير. بس انا النهارده بتكلم على فريق طايره، سواء رجال او بنات، بنعتبره احنا وبيعتبروا الواقع وبيعتبروا التاريخ ان انتوا فرقتين من الفرق التاريخيه الاسطوريه. اللي انتوا حققتوه محدش تاني حققه، اللي انتوا انجزتوه محدش تاني عمله. علشان كده انا عايز ابتدي بفريق الرجال. احنا سعداء بيكوا جدا، انتوا اخلصتوا جدا جدا في شغلكم، انتوا بقالكوا 20 سنه واخدين اكتر من 45، او في خلال 20 سنه اللي فاتوا، اخر 20 سنه 45 بطوله، ما بين دوري، ما بين كاس، ما بين افريقيا، ما بين عرب. انتوا يجب انك تفخروا بنفسيكم، والنادي الاهلي فخور بيكم، وجمهور الاهلي فخور بيكم، ان هو شايفينكم بتعطوا ازاي، شايفينكم مخلصين ازاي. علشان كده كنا لازم النهارده نقعد نتكلم، ترفع راسك ان انت راجل اولا اهلاوي، نمره اتنين انت محدش جنبك، ترفع راسك علشان انت راجل انجزت اللي محدش انجزه، اللي انتوا عملتوه خلال في اخر، انا قلت لهم بس هاتوا لي اخر 20 سنه بس، جابوا لي احصائيه باخر 20 سنه بس، في اخر 20 سنه مش اقل من 45 بطوله. مين في المنطقه وفي افريقيا عمل ده؟ بس مش معنى كده ان احنا نكتفي بده. احنا وقت يعني ان احنا نتعثر ده طبيعي، محدش بيكسب على طول، مفيش فريق في العالم بيكسب على طول في اي لعبه من الالعاب. لكن في فريق بتاع بطولات تروح منه مره بطوله، بطولتين، سنه، ماشي. لكن فريق بطوله بيرجع، وبيرجع بسرعه، وبيرجع اقوى من مكان.